السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي وبناتي طلاب الصف الأول الإعدادي، أهلا بكم في قناة إنجليزي ببساطة مع مس نسرين، وألف مبروك دخولكم المرحلة الإعدادية، عقبال الجامعة يا رب، وعام دراسي سعيد علينا إن شاء الله جميعا. النهاردة إن شاء الله هنقرأ كلمات يونت 1 الوحدة الأولى من كتاب جيم أولى إعدادي ترم أول 2024. يلا بينا نبدأ على بركة الله و let's get started. يونت 1 الوحدة الأولى بعنوان My Family and Me. My Family and Me يعني أسرتي وأنا. هنبدأ في بيج نمبر 8 صفحة رقم 8، هنقرأ الفوكابيولاري المفردات للليسنز 1 and 2 الدرس الأول والثاني. أول حاجة هنا Family Members أفراد الأسرة، عم أو خالة أو زوجة العم أو الخال Aunt Aunt، ابنة Daughter Daughter، الجي والاتش هنا سايلنت تكتب ولا تنطق، جد grandfather grandfather، جدة grandmother grandmother، الجد الأكبر اللي هو جد الأب أو الأم great grandfather great grandfather، الجد الكبرى جدة الأب أو الأم great grandmother great grandmother، ابن son son، عم أو خال أو زوج العم أو الخالة uncle uncle. بعد كده هنا جاب لي بص يعني ذكور وإناث في العيلة، ابن العم أو ابنة العم أو الخال أو الخالة cousin، ولاد عمي اسمهم إيه cousin cousin، أحفاد grandchildren grandchildren، أجداد الأجداد great grandparents great grandparents، الوالدان parents parents، بالغ من العمر aged aged، فرقة موسيقية band band، مفكرة أو يوميات diary diary، مقابلة أو حوار interview interview، توأم twin twin، شجرة العائلة family tree family tree. Additional vocabulary المفردات الإضافية يصل arrive arrive، عيد ميلاد birthday birthday، مشغول أو مزدحم busy busy، مستشفى أطفال children's hospital children's hospital، هواية مفضلة favorite hobby favorite hobby، لاعب كرة قدم football player football player، آلة موسيقية musical instrument musical instrument، ألعاب رياضية sports sports، معا أو سويا together together، يستخدم use use. هنا عندي في بعض الرموز المكتوبة، مثلا V دي اختصار كلمة verb verb يعني فعل، والN دي اختصار كلمة noun noun يعني اسم، وهنا دي اختصار كلمة adjective يعني صفة. بيج نمبر 9 صفحة رقم 9 language expressions التعبيرات اللغوية، عندي كلمة play احنا واخدينها من ابتدائي يعني يلعب، وخدناها بردك في سنة ستة بمعنى يعزف تمام كده. طيب هنا عندي play music يعني يعزف موسيقى، play chess يعني يلعب شطرنج، play the drums يعني يعزف على الطبل او الطبول يعني. طيب هنا go swimming يعني يذهب للسباحة، يشاهد مباراة كرة القدم اسمها watch a football match watch a football match. طب يصنع ضوضاء يعني يعمل دوشة اسمها make noise make noise. هنا عندي do احنا واخدين do يعني يفعل، طب do hobbies يعني يمارس هوايات، do voluntary work يعني يقوم بعمل تطوعي do voluntary work do voluntary work. بعد كده عندي هنا يستمع إلى الموسيقى listen to music listen to music، عفوا you are welcome you are welcome. prepositions حروف الجر، صورة لي a picture of a picture of، ال O F الوحدية بتنطق of لكن اللي هي O F F بتتنطق of تمام، صورة لي a picture of، ينتمي إلى أو يخص belong to belong to، في المستشفى at the hospital at the hospital، بدون مال for no money for no money،
يصفق لي clap for. clap for هنا جايب لك بين القوسين بي اي دي، يعني ده الماضي، يبقى clapped for. تمام. طيب فخور بي proud of. proud of في التلفاز او على الراديو، on TV او on the radio. on TV او on the radio. ما نوع؟ what kind of. what kind of conjugations of irregular verbs، تصريف الافعال الغير منتظمه. عندي مضارع وماضي وفي حاجه اسمها تصريف ثالث، طبعا هنستخدمها من تاني اعدادي ان شاء الله، بس احنا نحفظهم دلوقتي. present مضارع، past simple ماضي، و بي بي اختصار past participle، تصريف ثالث للفعل. طب يقود او يسوق السياره، drive drove driven. يبين او يوضح، show showed showing. يضرب، hit hit hit. يرمي، throw threw throwing. يكتب، write wrote written. يقابل، meet met met. words and opposites يعني كلمات وعكسها، بنحفظهم برضو. طيب ينتهي، finish finish. عكسها يبدأ، start start. or او begin begin، الاثنين بمعنى يبدأ، start او begin. صواب يعني true true. عكسهم خطأ، false false. في بيج نمبر 10 صفحة رقم 10 في الفاميلي ممبرز، أفراد العائلة. أول حاجة عندي أكبر ناس في العائلة طبعا الجد جرام فازر، وبعد كده الجدة جرام ماذر. طيب عندي هنا العم أو الخال أنكل، العم أو الخال أنت، الأم ماذر، الأب فازر، الابن براذر، الأخت سيستر، ابن العم أو الخال كازن، بنت العم أو الخال كازن. في بيج 12 في صفحة رقم 12 عندنا definitions. definitions يعني تعريفات. لما اجي اقول يعني ايه band، band يعني فرقة موسيقية، معناها بالانجلش a group of people، مجموعة من الناس who play music together، بيعزفوا موسيقى معا، ده اسمه فرقة موسيقية. طب chess ده اسم لعبة، لعبة الشطرنج. a game for two people يعني لعبة لشخصين. طبول drums، الدرامز دي ميوزيكال انسترومنتس، آلات موسيقية، which you hit انت بتضرب عليها to make a noise عشان تعمل ضوضاء او صوت. twins التوأم، يعني ايه توأم؟ يعني brothers اخوات اولاد، or sisters او بنات، who are the same age في نفس السن. طب voluntary work عمل تطوعي، هو ايه العمل التطوعي ده؟ work you do for no money، عمل انت بتعمله وما بتاخدش قصاده فلوس، يعني حاجه بتتطوع، تروح تعمل خدمات في مستشفى، تساعد كبار الناس المسنين، وانت بتاخد تعمل حاجات دي من غير ما تاخد فلوس، يبقى انت كده بتعمل عمل تطوعي، ربنا بقى هو اللي هيجازيك خير عنه، ده اسمه voluntary work. words and synonyms كلمات ومرادفها. word الكلمه، synonym اللي هي الميننج المعنى، يعني كلمه وحاجه بتساويها في المعنى برضو. ينتهي، finish finish، بتساوي برضو ينتهي، end end. صواب، true true، بتساوي صواب يعني حاجه صح، right right. تمام. طيب هنا يصل، arrive arrive، بتساوي ياتي، come come. suffix اللاحقه، اللاحقه دي عباره عن حرف او حرفين او اكتر بحطهم في نهايه الكلمه بتغير معناها، يعني مثلا كلمه play يعني يلعب، لو حطيت لها السفيكس اللاحقه er يبقى في الحاله دي هتبقى player، لاعب، حولتها من فعل لاسم، من يلعب للاعب. طيب موسيقى music، لو ضفت لها اللاحقه al تبقى musical يعني موسيقي، حولتها من اسم لصفة، play player، music musical. similar spelling different meaning، في حاجات عندي متشابهة في النطق بس مختلفة في المعنى، زي مفكرة أو يوميات diary diary، منتجات الألبان dairy dairy، فرقة موسيقية band band، يثني أو يطوي band band، عم أو خال uncle uncle، كاحل القدم اسمه أنكل أنكل. في بيج 25 صفحة رقم 25 عندي الفوكابيولاري، المفردات للسنز 3 and 4 الدرس الثالث والرابع من يونت 1 من الوحدة الأولى. مغامرة adventure،
ادفنشر تي يو ار اي هتدي نوت اي شرم ادفنشر. طب حاليه المنزل او الصندره اتك اتك عنزه جود جود جبل ماونتن ماونتن يتيم اورفان اورفان البي والاتش بتدينا زي حرف الال الاف كده اوكي. طيب اورفان خروف او اغنام شيب شيب مفردات اضافيه مطار ايربورت ايربورت شاطئ بيتش بيتش خبز بريد بريد مدينه سيتي سيتي. انت لو سمعتها سيتي اه بردك صحيح تمام سيتي دي بننطقها نطق بريتش نطق بريطانيا لكن في امريكا بيقولوا سيتي تمام بينطقوا التي دي شويه كده تمام لو جت بين صوتين متحركين. طب مصر ايجيبت ايجيبت كم المده هاو لونج هاو لونج. لانجويج اكسبريشنز تعبيرات لغويه عايز اقول يلحق بالطائره يركب الطياره يعني اسمها كاتش ا بلين كاتش ا بلين. ياتي الى البيت كم هوم كم هوم. يجري مكالمه فيديو ميك ا فيديو كول ميك ا فيديو كول. يرى الطيور سي بيردز سي بيردز. يمشي في الجبال walk in the mountains walk in the mountains. يعمل بجد work hard work hard. prepositions حروف الجر بعيدا عن away from away from. في قمة at the top of at the top of. بالأتوبيس by bus by bus. يتواصل مع communicate with communicate with. جيد في good at good at. في السرير in bed in bed. يعيش مع live with live with. على الهاتف on the phone on the phone. يتكلم إلى أو مع talk to اللي طبعا مش هنطقها silent talk to زي walk كده بردك اللي قلناها فوق برده نفس الكلام اللي silent talk to يتكلم إلى أو مع. يفكر في think of think of التي والاتش هنا هننطقهم زي حرف السكن think of. في بيج 26 صفحة رقم 26 عندنا تصريف أفعال غير منتظمة يلحق بيه catch coat coat catch coat coat. يشرب drink drank drunk drink drank drunk. يشعر feel felt felt feel felt felt. يعرف know knew known know knew known. يأخذ أو يستغرق take talk taken take talk taken. words and opposites كلمات وعكسها جميل beautiful beautiful عكسها قبيح ugly ugly. هنا خلي بالكوا opposite يعني عكس وبردك antonym عكس الاثنين ايه لو جات لكم حاجه فيها عكس يبقى ايه opposite او antonym بمعنى عكس الكلمه. beautiful جميل ugly قبيح. كبير السن old old. صغير السن young young. كبير الحجم big big. صغير الحجم small small. سهل easy easy. صعب difficult difficult. في بيج 27 صفحه رقم 27 في definitions تعريفات. الماعز يعني goats. الماعز ده ايه؟ animals عباره عن حيوانات that are like sheep مثل الخراف او الخرفان يعني. orphan orphan يعني يتيم. اليتيم ده a child طفل with no mother or father يعني فقد مامته او بابا. طيب عاليه المنزل او الصندره attic. طب الاتيك دي عباره عن a room غرفه at the top of a house. غرفة في عالية المنزل في قمة المنزل فوق السطح يعني. طيب مدينة سيتي معناها a place مكان with lots of houses في بيوت كتير and shops ومحلات. words and synonyms كلمات ومرادفها يعني بيسووها الكلمة اللي بتسويها في المعنى زي جميل beautiful beautiful بتسوي جميل cute cute. كبير الحجم big big بتسوي كبير الحجم large large.
البريفكس دي مش احنا من شوية قلنا السافكس اللي هي اللاحقة اللي هي حروف بحطها في نهاية الكلمة بتغير الكلمة المعنى. طيب في عندي بقى حاجة اسمها بريفكس، حروف برضو بحطها في بداية الكلمة بتغير معنى الكلمة. زي ايه؟ زي كلمة happy سعيد، لو حطيت لها البادئة UN تبقى unhappy غير سعيد، اه ادت العكس اهي. طب important مهم او هام، لو حطيت لها في بدايتها UN تبقى unimportant غير هام. عندي هنا البادئة UN بتدي عكس الكلمة، happy سعيد، unhappy غير سعيد، important مهم، unimportant غير مهم. Countries and cities بلاد ومدن. طب القاهرة كايرو، كايرو. مدينة كيب تاون في جنوب أفريقيا كيب تاون، كيب تاون. جنوب أفريقيا ساوث أفريكا، ساوث أفريكا. مدينة لندن في إنجلترا لندن، لندن. إنجلترا إنجلاند، إنجلاند. المغرب أو مراكش موروكو، موروكو. عمان عمان، عمان. باريس باريس، باريس. فرنسا فرانس، فرانس. سويسرا سويتزرلاند، سويتزرلاند. similar spelling different meaning، كلمة متشابهة في النطق لكن مختلفة في المعنى. بعيد away، away. طريق أو طريقة away، away. خروف sheep، sheep. سفينة ship، ship. في بيج نمبر 40 في صفحة رقم 40 عندي الفوكاب مفردات lessons 5 and 6 الدرس الخامس والسادس من يونت 1 من الوحدة الأولى. لاعب رياضي أسيليت، أسيليت. ألعاب القوى أسيليتكس، أسيليتكس. يوازن بالانس، بالانس. أفضل صديق best friend، best friend. لاعب أو لعبة جمباز جيمناست، جيمناست. ألعاب الجمباز جيمناستكس، جيمناستكس. الألعاب الأولمبية أولمبيكس، أولمبيكس. الريف ذا كانتري، ذا كانتري. أفضل أو أول توب، توب. يتدرب لمدة ترين فور، ترين فور. إحنا خدنا ترين بمعنى القطار، وبتيجي لو جت فيرب فعل بيبقى معناها يتدرب. train for يتدرب لمدة. additional vocabulary مفردات إضافية. حياة مشغولة أو مزدحمة busy life، busy life. وصف description، طبعا تي اي او ان هتدي نطق الايه لكنها شن كده، اوكي. description وصف description. مجاور nearby، nearby. الفيزياء physics، physics. اول ما بلاقي بي و اتش بنطقهم اف، اوكي. physics. حوض السباحة swimming pool، swimming pool. يعمل بجد work hard، work hard. بعد كده عندي language expressions تعبيرات لغوية. يحقق احلاما achieve dreams، achieve يعني يحقق، ودريمز احلام. عندي هنا السي والاتش هتدي التشا ساوند، صوتها هيبقى زي التشا كده. achieve، اوكي. يحقق احلاما achieve dreams. طب يجد صعوبة find difficult، find difficult. يتناول طعاما او شرابا have food، have food. or او have a drink، have a drink. يبقى قويا stay strong، stay strong. prepositions حروف الجر. صورة لي a photo of، a photo of. ينتقل إلى move to، move to. words and opposites كلمات وعكسها. صحي healthy، healthy. عكسهم غير صحي unhealthy، unhealthy. قوي strong، strong. عكسها ضعيف weak، weak. بيج 41 صفحة رقم 41 words and synonyms كلمات ومرادفها. صحي healthy، healthy. بتساوي بصحة جيدة well، well. قوي strong، strong. بتساوي قوي powerful، powerful. suffix اللاحقة عندي هنا لاعب رياضي athlete، لو حطيت له اللاحقة ICS
تبقى ايه؟ اثليتكس، العاب القوه. حولت اسم الفاعل لاسم، اثليتكس، العاب القوه. طب جيمنست، لاعب الجمباز، احط لها اي سي اس في الاخر، تبقى جيمنستكس، العاب الجمباز. اثليت، اثليتكس، جيمنست، جيمنستكس. في هنا بريفكس بادئه، كلمة صحي healthy لو حطيت لها البداية يو ان هتدي العكس على طول، تبقى ايه؟ غير صحي، unhealthy. healthy صحي، unhealthy غير صحي. similar spelling different meaning، كلمات لها نفس النطق بس المعنى مختلف. ضعيف weak، weak بتساوي اسبوع، weak weak، الاثنين weak بس مع اختلاف السبيلنج وطبعا الايه المعنى. طب احلام dreams، dreams. طبول درامز، درامز. درسنا النهارده انتهى، تمنياتي لكم بدوام التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.